وفق أفضل المعايير الدولية وعلى مساحة كبيرة مجهزة بأحدث نظم التكنولوجيا وتجهيزات المعارض العالمية، تستقبل مدينة المعارض زوارها بمساحات منظمة جمالياً. مساحة العرض المكشوف تقارب 150 ألف متر مربع. مسطحات خضراء وبحيرات متنوعة، منها ما يعمل على الضوء والموسيقى، ومنها ما يتميز بتصاميم رائعة. معرض بجنن كتير حلو. زمان كنا نحضره بالشام تحت، في مساحات بس مو مثل هيك، المي موجودة بس مو مثل هيك، هلا المساحات الواسعة، الخضار كتير، عطى هيك إقبال أكثر. والله أنا شايفة المعرض كتير كتير حلو، والأرض كتير عاملينها يعني مساحاتها بتحضن كل الزوار اللي جايين، ويعني كتير شايفة أنا يعني عن أول كتير المساحة كبيرة وحلوة. شوفي قاعدين نحن ناحية البحر، كتير يعني مناظر حلوة، والأجنحة اللي فتنا لها كمان كلها حلوة. مساحة كبيرة وجميلة، واسعة وخضرة، فيها البحرات الحلوين، ويعني بتتسع على عدد كبير من الجمهور والزوار، وشيء حلو ومتعوب عليه. هالمساحة الحلوة الخضرة كتير عطتنا هيك، تفاجأنا فيها، عطت تفاؤل، يعني نحن بحاجة لهذا التفاؤل، بالإضافة للتماثيل الموجودة فيها، بالإضافة للناس المبسوطة كتير فيها، والأعداد الحلوة والشغل الحلو اللي مصممينه. الله يعيد الأمن والأمان على سوريا، هذا هو اللي بنطلبه كلياته. يعني في شيء الحلو أنه تطلعي على الناس في وجوه مبتسمة، في وجوه مبسوطة طلعت. وأنا ما توقعت على فكرة هاي العجقة كلياته وهالناس كلياته تكون بأول يوم، يعني قياسا أول يوم ممتاز متنوع، بس المشكلة أنه بضوع، يعني كأول ما بدنا نفوت عليه يعني ما بنعرف الأقسام، بدفت الكتير حلوة، خاصة هلأ المي شي بتعطي برود هلأ بهالصيف، مناظر حلوة ومتنوعة، يعني شيء حلو كتير. جمالية أرض المعارض تحتضن زوار المعرض في دورته 59، وتحتضن معها صورة عن نبض الحياة في سوريا الذي لا يتوقف.